بعدين وش الزبالي اللي حررك اللي تحكي عليه اليوم؟ حررتنا دماء أبنائنا، حررتنا دماء أبنائنا من العراقيين. بس خلي أفهم، هوشيار زباري شنو سوى؟ لما كان وزير الخارجية هو هذا العمل الوطني اللي يتحدث عنها، هو اللي طلع هذا العمل الوطني مو الوطني. بس اسمح لي أرجو، وجماعة هم اللي عزموا أمريكا المقاومة التي حررت العراق مو هوشيار زيباري. بس فهمني، أنا بس أريد أفهم، يعني الآن تنفي التهمة عن هوشيار زيباري أم تثبتها؟ طبعا ينفي التهمة. واحد حرر العراق، ليش إذا خلص انفيها وخلص يشتغل على تضعيفه؟ خلاص الرجل يقول ما له علاقه. كما قال السيد هوشيار زيباري عند ترشيحه لرئاسه الجمهوريه، قال بانه لا يريدون ان يكون رئيسا قويا للعراق، ويكون العراق ذات سياده وغير خاضعه للهيمنه الاقليميه والدوليه. تمام. ايضا تمام. انا نحن لا نتحدث يعني لما برا برا امريكا الامريكيه. صحيح. احنا ما نقول هيك، نقول برا برا كل الهيمنه، تابع للهيمنه الامريكيه. هذا هو ابن العراق اللي يتحدث. ولكن طبعا. انت اذا تجي برا برا امريكا وتعال تعال سليماني تقول مثل ما عملت. تمام. الان انت على الهواء، الان انت على الهواء. ورئيس السلطه يعني القضائيه الشهيد قاسم سليماني كاك، بس لحظه، شهيد قاسم سليماني كاك مسعود البرزاني يتذكر موقفه باجلان واحترام، فعندما تتحدث عن شهداء استشهدوا على ارض العراق عليك ان تتحدث بكل احترام وبكل ادب. وشكرناها يعني متدربين. متدربين قاسم سليماني حرر اربين من ان تسقط بيد الدواعش. متدربين جاوب على هذا السؤال. ما يعرف الرجل، يخرق الملفات. دكتور حيدر، خلينا نستمع.